كيفاش غادي تطولي يا بابو باباي؟ ولك بدي حاج ما عليتي لي علبي، عليتي لي علبي، شوي كانت ما كانت، إذا جماعة نسيونا بالغلط نحرد نحنا مثل لوض صغار حاجة بقى. لك كيف نسياني لك بالغلط؟ اجوا عزموا هنا لجودة هيك مروا قدام باب دارنا، لو نسيانينك كانوا تذكروك. إيه بديعة وقت العرس الإنسان بينشلش بينشلش لأنه في كتير عالم معازيم عادي أنا ما نزعل منه قيته خلطيني بقى يا عاصي بديعة روحي. وشو رأيك إنهم هن معازمينك لأنهم ما عاملين لك قيمة وما بالغلط وعن قصد كمان؟ شو؟ بيقلك الحكيم له؟ جودة جودة سألهم قال لهم ليش معازمينه لأسعد هن قالوا له هذا الحكي. خيلي يضربوا هن ويعرسون، اشو عرس مختار التخريمة هو عرس هالبغي اللي راح ولاجا ها؟ عرس ولا اسعد؟ شو؟ بطلت قيمة هالقلب، اساسا من طيبة قلبك ما حدا عامل لك قيمة. قيمة شو انت الدنيا بلاي؟ هذا الخرج عملوا قيمة لحدا يعني اذا الواحد او فرنكها اذا عملوا له قيمة بصير حقه نص فرنك بسوق الغلاء، والله العظيم شبك شبك كله عامل الطب جاو.